عندنا ملفات مع الجانب الفرنسي، عندنا الأرشيف اللي الدول الآن ناقشنا معهم أكثر من ربع سنين رغم التصريح الرسمي للرئيس الفرنسي ماكرون في الجزائر، ويقول نسلم نسخ من الأرشيف الجزائري للجزائريين، ورقة ما أعطوها مناش. من 62 لليوم أعطونا أقل من 2% غير تاع القلال وتاع الثقافة، ما بغاوش يعطوا الأرشيف. والدليل على ذلك اليوم رانا نحكي معكم، وقفنا المفاوضات لأن فيه تماطل، فيه سوء نية، فيه خلفيات، فيه حقد على الجزائر وعلى ثورتها وعلى أبنائها، ما يقولناش الخير. حتى هذو اللي راهم يروحوا يتعاملوا مع فرنسا غير يخوكم من الآخر، يرموكم حشاكم كي كلاب. هذه خدمة الاستعمار.